السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد من قناة اسكنور. رجعت لكم فيديو جديد، وبهذا الفيديو إن شاء الله راح نطلع الخيل البنية اللي هي اسمها ستورم هارنس، شيء كذي. ما أعرف خيلة منو صراحة، أتوقع إنه بس سووها كذي، أو يمكن خيلة واحد من الشخصيات بس مو متأكد. عشان نطلعها لازم نلعب مرحلة جواندو، نلعب ويا تاو تاو، حط صعوبة ايزي. اتوقع اغلبكم عند الخيلة هذه لان شرطها حيل بسيط، واصلا ما تدرون، يعني اتوقع اغلبكم سواه وهو ما يدري شنو هو، ومكان الصندوق حيل يعني سهل. فالحين بوريكم نقو اي لاعب، حتى مو شرط يكون لاعب قوي. يعني الشروط، لازم تذبحون يان ليانغ وين تشو بأقل من 5 دقايق من بداية المرحلة على حسب ما أذكر. هذه هي الشروط، خلنا نتأكد بس. أي هذه هي الشروط. أوكي على طول نبدي. على طول بس روحوا اذبحوا يان ليانغ ونشو، على طول اذبحوا القائد الأخير بعدها. يعني طبعا لا تنسون تاخذون الصندوق. أنا إن شاء الله ورا داينستي وورير 5، ورا الخيول لما أخلصهم بنزل فيديوهات حق تحديات. هذا اليوبي وين يان ليانغ؟ أوكي هذا. تتأكدوا تذبحونه قبل لا يذبح جوانيو، أو نقل جوانيو علشان يعني أنتوا تذبحونه. ونشوف بس أروح سيده، أتوقع راح نلقاه. أي بس نروح سيده. نفكر أسوي فيديو حق التشالنج مود، يعني فيديو حق كل تحدي، بس ممكن التشالنج مود اسويه على نسخة ال 360 ال HD، لان بالتحديات ما راح يفرق المقوي لاعب ولا، لان راح يحطونهم كلهم على يعني اقل شيء، او مو اقل شيء يعني اول ليفل، إيه اللي هو اقل شيء. اوكي طلع الايتم، بس خلينا نحطكم اياه. طبعا هذا خيله سهله حيل، فيديو سريع كذي ما يطول. هذا هو. حنا نذبح القائد الأخير بس ونخلص المرحلة. الخيلة اللي بعد هذه اللي هي خيلة تساو تساو سودا صعبة، لأن فيها وقت يعني لازم تكونون سريعين حيل. فأنا أنصحكم أنكم تلعبونها على لاعبين حيل يساعد. إذا تبون على لاعب واحد ما راح ينفع الا بماتشاو، اقوى شيء يعني اقوى اتاك، اقوى ديفنس، اقوى اتاك يعني مو مهم اقوى ديفنس، وتكون الموسو بعد طويله، ويكون عندكم سلاح الرابع. وهذا هو الخيل، السلاح الرابع و شو اسمه الخيل الحمراء. هذا اذا تبون تسوونه على لاعب واحد، اذا لاعبين لا سهله. اوكي ان شاء الله فاتكم الفيديو، اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي.